بيبدأ المسلسل مع بطلتنا شيا، وبتكون بنت كيوتة لكنها مش بسكوتة. بتكون متدرب على الفنون القتالية في عالم سحري، وفجأة بيظهر المعلم بتاعها قدامها، لكنه بيرمي عليها تعويذة بيشل حركتها، وآخر حاجة بتسمعها إنها لازم ترجع السيف، وبيغمى عليها. بيتضح إنها كانت بتحلم، ولما بتفتح عينيها بتلاقي صاحبها جون واقف قدامها وبتمسكه من وشه لأنها فاكراه المعلم بتاعها. ولما بتفوق وبتستوعب اللي حصل بتتعصب وبتجري وراه بالمخدة لأنه صحاها قبل ما تشوف وش المعلم بتاعها وتعرف هو عايز منها إيه. وبنعرف ان هما الاثنين فاقدين الذاكره وتقابلوا من 3 سنين وكان مغمى عليهم، ولما فاقوا اكتشفوا ان كل واحد مش فاكر حاجه عن حياته، ومن ساعتها واتفقوا يفضلوا مع بعض لحد ما ذاكرتهم ترجع لهم ويلاقوا اهلهم. بعدها بيروحوا المطعم عشان يتغدوا، وبيلاحظ جون ان دبوس الشعر بتاعها قديم وهيتقطع، وبيكون عايز يجيب لها واحد جديد، لكنها بترفض لانها كانت لابسه الدبوس ده من 3 سنين لما فاقت، وعندها امل لو قابلت حد من اهلها يعرفها منه. وما بيكونش معاهم فلوس كتير، وبيضطروا يجيبوا طبق مكرونه واحد، وبيفضلوا يتخانقوا مع بعض على اللي ياكل البيضه، وبتنجح شيا انها تكسب، لكن جون بيستخدم تعويذه وبيشل حركتها وبيجبرها تاكله البيضه بايديها، وبيكون فاكر انه انتصر عليها، لكنه بيحس ان بقه مولع وبيشرب ميه. بيتضح ان شيا حطت له فيها شطه وبتفضل تضحك عليه. بعدها بيخرجوا من المطعم وبيكون معاهم صوره مرسومه لشخص ممكن يساعدهم، وبيروحوا السوق عشان يدوروا عليه، وهناك بتشوف شيا قلاده وبيعجبها شكلها، وبتطلب من جون يشتريها لها هديه، لكنه بيقول لها انه جاب لها هديه احلى وبيديها شنطة، ولما بتفتحها بتلاقي فيها طوب، وبتعرف انه خدعها وبتلومه انه بخيل، لكنه بيقول لها ان معاهمش فلوس كتير ويا دوب تكفي الفندق اللي قاعدين فيه، وبيلومها انها السبب عشان مفجوعه وبتاكل كتير. وبيتفقوا يتفرقوا ويدوروا في كل مكان عن الشخص اللي في الصوره. وبتروح شيا المحل بتسال على ثمن القلاده، لكنها بتكون غاليه ومعهاش ثمنها، وبتمشي وهي زعلانه، وفجاه بتشوف حصان بيجري بسرعه كبيره وكان هيخبط طفل، وبتجري وبتنقذه في الوقت المناسب وبترجعه لاهله. وبتظهر بنت اسمها سيون وبتكون صاحبه الحصان، وبتروح تعتذر لشيا وبتشكرها عشان انقذت الطفل وبتديها مكافأة كبيرة. وبتفرح شيا وبتروح تشتري القلادة اللي كان نفسها فيها، وبيتبقى معاها فلوس كتير وبتمشي وهي فرحانة، لكنها بتشوف ناس كتير متجمعين وبتروح تتفرج، وبيكون في واحد دجال بينصب على الناس وبيقول لهم انه من طائفة مقدسة وبياخد منهم فلوس عشان يحقق امنياتهم. وبتروح له شيا وبتقول له انها فاقدة الذاكرة وبتطلب منه يحكي لها عن ماضيها، وبيحاول ينصب عليها وبيقول لها انها من عيلة غنية ولو عايزة تعرف مكانهم او معلومات عنهم لازم تدفع فلوس. وبتصدقوا شيا وكانت هتدفع الفلوس اللي معاها، لكن سيون بتمنعها وبتقول لها انه بيخدعها، وبتكون عايزه تتخانق معاه عشان ترجع الفلوس للناس. وفي الوقت ده بيكون جون مستني شيا في المكان اللي متفقين يتقابلوا فيه، لكنها بتتاخر عليه وبيروح يدور عليها، وبيشوف اللي بيحصل لكنه بيقف في صف الدجال، وبيقرر يدافع عنه وبيقول لشيا تتعاون معاه، وبيبداوا يتخانقوا مع سيون، لكنها بتكون محترفه بالقتال بالرمح وبتنجح انها تدافع عن نفسها، لكن ابطالنا بيكونوا فاهمين بعض وبيستخدموا تعاويذ سحرية قوية. وبيشوف الدجال اللي حصل وبيشكر جون وبيقول له على عنوان الطائفة بتاعته. بعدها جون بيوقف قتال وبيتضح انها كانت خطة عاملها مع شيا عشان تسرق الفلوس من صندوق الدجال وتحط مكانها طوب، وبيعتذروا لسيون وبتسامحهم وبتعرفهم بنفسها، وبيتفاجئوا لانها من عيلة قوية بتساعد الناس وبتحميهم من مئات السنين، وبيتفقوا يتعاونوا معاها على خطة عشان يفضحوا الدجال والطائفة ويعرفوا الناس حقيقتهم. وبياخد منها جون عملة ذهبية عشان يغري بيها الدجال ويخليه يثق فيه، وبيروح يقابله وبيديله العملة الذهبية وبيطلب منه ينضم للطائفة بتاعته، وبيوافق الدجال وبياخدهم معاه للمعبد، وبيكون حواليهم تماثيل كتير، وبيلفت نظر شيا تمثال على شكل سمكة وبتحس انها شافته قبل كده، وفجأة بيدوس الدجال على زرار وبينزل من السقف قفص وبيحبسهم فيه، وبيتصدموا من اللي حصل، وبتكون شيا قلقانة، لكن جون بيطمنها وبيقول لها انه عامل حسابه، وبيكون الدجال فاكر انه انتصر عليهم، لكن فجأة بيدخلوا عليه ومعاهم سيون وبنعرف انها انقذتهم، وبيتفاجئ الدجال لما بيشوفوا وبيعرف انهم خدعوه، وبيؤمر الحراس يهجموا عليهم وبيكون عدد كبير، لكن ابطالنا بيتعاونوا مع بعض وبيبداوا يتخانقوا معاهم وبيكسروا عظم وشهم، وبيكون كل واحد فيهم محترف في القتال وبيستخدموا التعويذ السحريه، وبينجحوا انهم يهزموا عدد كبير منهم ومحدش بيقدر عليهم، وبيتصدم الدجال من قوتهم وبيخاف وبيحاول يهرب، لكن سيون بتروح وراه وبتحاصره، وبيتكعبل الدجال وبيخبط في صندوق وبيخرج منه بلورات سحريه مضيئه حجمها صغير، وبتقرب من شيا وبتلف حواليها وبيخلوها تطير في الجو، وبيتفاجئ الدجال وبيقول انها زعيم الطائفه بتاعتهم، وبيركع على رجله هو والحراس، وبتتفاجئ شيا وما بتكونش فاهمه اللي بيحصل، وبيحاول جون ينقذها لكن الحاجز السحري بيكون قوي وبيقع على الارض، وبيغمى على شيا وبتحلم انها محبوسه في مكان غريب، وبتسمع صوت بينادي عليها وبيقول لها ان جون اتخلى عنها وبيطلب منها تسمع كلامه وهيخليها اقوى كائن، لكنها بتكون خايفه ومش مصدقه وبتحاول تسد ودانها. في الوقت ده بتخاف سيون لا تتحول لكائن شرير، وبتكون
بتكون عايزة تقتلها عشان تحمي الناس، لكن جون بيمنعها وبيقولها انه مستحيل يسمح لها تأذي شيا، وبيبدأ يتقاتل معاها وبيمسك الرمح بتاعها وبيطلب منها تديله فرصة يفوق شيا ويرجعها لطبيعتها، وبتضطر سيون توافق، وبيغمض جون عينيه وبيبدأ يتواصل معاها وبيقولها ما تستسلمش وتقاوم، وبتسمعه شيا وبتعرف انه ما تخلاش عنها، وبتنجح انها تتحرر من المكان اللي محبوسة فيه، وبتفوق وبتفتح عينيها وبتختفي الكائنات المضيئة وبتقع على الأرض، وبيفرح جون وبيجري عليها وبيحضنها عشان يطمنها، وبياخدها للفندق وبيفحصها الدكتور وبيطمنهم انها كويسة، وبيفضل جنبها وهي نايمة وبيكون قلقان عليها لانه بيعتبرها كل عيلته، لحد ما بتصحى وبترجع لطبيعتها وبتحكي له اللي شافته، لكنه بيفضل باصص في عينيها واول مرة يلاحظ انها جميلة وبيحس انه معجب بيها، وبتقول له شيا انها جعانة وبيسيبها تاكل عشان صحتها تتحسن، وبطلتنا ما بتصدق وبتخلص كل الاكل لوحدها، وبالليل بتكون قاعدة وبتشوف وشم مضيء على ايديها لكنه بيختفي، وبتفتكر انها بتتخيل وما بتركزش معاه، وتاني يوم بيعرفوا ان سيون خدت صناديق الفلوس والذهب من المعبد وهترجعها للناس اللي الدجال نصب عليهم، وبيزعل جون لانه كان عايز ياخدهم، لكن شيا بتجبره يسلم الفلوس اللي خدها، وبيتعصب منها لكنه بيضطر يسلمها، وبيركبوا مع يونج عشان يروحوا معاه للقصر بتاعه، وفي الوقت ده بنشوف بنت في البحيره لكنها بتحس ان في شاب بيراقبها، وبتفتكره متحرش وبتغرقه في البحيره، وبيتضح انها بتقدر تتحكم في الميه وبتستخدم قوتها، وبتخرج من البحيره وبتلبس هدومها وهي في الجو، وبتمسك القوس بتاعها وبتكون عايزه تقتله، وبيفضل يصرخ وبيطلب المساعده، وبيسمعوا ابطالنا وهم في الطريق، وبتكون سيون عارفاه وبتقرر شيا تنقذه، وبتستخدم قوتها وبتخرجه من البحيره، وبتحذره البنت لو قرب منها تاني هتندمه، وبتسيبه وبتمشي. بعدها بيكملوا طريقهم مع سيون، وبتستخدم تعويذه وبتفتح بوابه سحريه وبيدخلوا فيها، وبيتفاجئ ابطالنا من اللي حصل، وبيركبوا معاها قارب عشان يعدوا النهار، وبيوصلوا للقصر بتاعها، وهناك بيشوفوا تلاميذ كتير بيتدربوا وبيرحبوا بسيون بصفتها المعلم بتاعهم، وبتنبهر شيا بشخصيتها لانها غنيه وقويه، وبيحس جون بالغيره وبيفتكرها معجبه بيها وبيحذرها تقرب منها. بعدها بيروحوا يقابلوا اخت سيون التوأم، وبتكون مخبيه وشها وبتكلمهم من ورا الستاره لانها مريضه، لكنها لما بتشوف شيا بتتغير ملامحها كانها تعرفها، وبترحب بيها وبتقرب منها وبتمسك ايديها، وبيلاحظ جون ان الطقس اتغير فجاه وبقى في ظواهر غريبه في الجو ورياح شديده، وبيحس ان في حاجه غريبه بتحصل، وبيخليها تسيب ايد شيا وبيسالها اذا كان عندها تفسير للي حصل مع شيا في المعبد، لكنها بتقول لهم يستريحوا وهيكملوا كلام بعدين. وبيدخل جون وشيا اوضتهم، وبتفضل شيا تاكل زي عادتها، لكن جون بيكون قلقان وبيفضل يفكر في اللي حصل، وبيقول لها انه مستغرب من معامله اخت سيون ليها، وانه حاسس ان سيون بتنفذ اوامرها، وبيطلب منها تفضل في الاوضه، وبيخرج عشان يجمع معلومات، وبيفضل يلف في القصر لحد ما بيدخل اوضه سريه وبيشوف كلام مكتوب على الجدران، وفجاه بيجي حد من ظهره وبيرفع عليه السيف، وفي الوقت ده بتروح اخت سيون لاوضه شيا وبتطلب تتكلم معاها، وبتقول لها انها عرفت من اختها ان هي وجون فاقدين الذاكره ومش فاكرين حاجه عن ماضيهم، وبتعرض عليها تساعدها، وبتفرح شيا وبتوافق، وبتبدا اخت سيون تولع بخور وبتنيمها تنويم مغناطيسي وبتخليها ترجع بذاكرتها للي حصل من 3 سنين، وبتسالها شايفه ايه، وبتشوف شيا المعلم بتاعها بيكلمها لكن وشه ما بيكونش باين، وبتطلب منها اخت سيون تقرب منه عشان تعرف هويته، وبنرجع لجون وبيتضح ان اللي وراه هي سيون، وبتلومه عشان دخل الاوضه السريه من وراها، وبتحذره لو عمل كده تاني هتندمه، لكن جون بيحس ان شيا في خطر وبيجري عليها، وفي الوقت اللي بتكون شيا قربت فيه تشوف وش المعلم بتاعها وتعرف هويته، بيوصل جون للاوضه بتاعتها وبتفوق من التنويم المغناطيسي وما بتكونش فاكره حاجه من اللي شافته، وبتضطر اخت سيون تسيبهم وتمشي، وبيتكلم جون مع شيا وبيحاول يعرف منها اللي حصل، لكنها بتحس بالتعب وبتنام على نفسها، وبيسندها جون بايده عشان ما تقعش على الارض، وبينيمها في السرير بتاعها. بعدها بيشم ريحه البخور وبيعرف ان اخت سيون حاولت تخدرها، وبيروح لسيون وبيحذرها لو اختها قربت من شيا مره تانيه هيندمها، وتاني يوم بياخد شيا وبيمشوا من القصر، لكنهم بيتوهوا في الصحراء وبيكون الطريق طويل وبيتعبوا من كتر المشي والحر، وفجاه بتظهر قدامهم سيون والمساعد بتاعها بعربيته، وبتقول لهم يركبوا معاها، وبيرفض جون لكن شيا ما بتصدق وبتجري تركب معاها، وبيضطر جون يركب معاها عشان يحميها، وبيقول لها تفضل جنبه وما تثقش في سيون، وبتوعده شيا انها تعمل كده، لكن بعدها بيقرروا يستريحوا من الطريق وبيقعدوا ياكلوا، وبتكون سيون معاها اكل وفاكهه كتير بعكس شيا اللي معاها سندوتش واحد والميه بتاعتها خلصت، وبيضطر جون يروح يدور على ميه في الصحراء، وبتستغل شيا الفرصه وبتروح تقعد مع سيون وبتاكل وبتشرب معاها، وفجاه بيسمعوا صوت صراخ حد بيطلب المساعده، ولما بيروحوا بيلاقوا الدجال والحراس بتوعه بيضربوا واحد من اهل القريه، وبتجري سيون وبتضرب الحارس وبتنقذها، وبيتفاجئ الدجال لما بيشوف شيا وبيقول لها انها الزعيم بتاعهم وبيطلب منها تحميهم، لكنها بترفض وبتبدا تتخانق معاهم وبتنجح انها تضربهم
ومحدش بيقدر عليها وبيتصدم الدجال من قوتها وبيضطر يستخدم تعويذة صوت سحرية وبتبدأ الرمال تتحرك بسرعة كبيرة وفجأة بيظهر من تحتهم عقرب عملاق وبيهجم عليهم وبتحاول سيون وشيا يتقاتلوا معاه لكن الوحش بيكون عنده قوة مش طبيعية وفي الوقت ده بيحس جون إن شيا في خطر وبيجري عشان ينقذها ولما بيوصل بيتفاجئ إنها بتقاتل الوحش وبيلاحظ إن قوتها زادت بعد اللي حصل لها في المعبد وبيروح يطمن عليها وبيتعاون معاها وبيبدأوا يقتلوا الوحش مع بعض وبيهجموا عليه بكل قوتهم لكنهم بيحسوا بالتعب بسبب الحر والجوع وكانوا هيتهزموا وفجأة بيظهر واحد لابس أبيض ومعاه بنت وبيساعدوهم وبيهجموا على العقرب وبينجحوا إنهم يهزموه وبيخاف الدجال وبيهرب وبتكون شيا اتعورت في إيديها بسبب القتال وبيديها جون مسكن وبيطمنها إنه جرح صغير وبيشكر السيون عشان دفعت عن شيا في غيابه بعدها بيتعرفوا على الاتنين اللي أنقذوهم وبيكون الشاب اسمه يونج واللي معاه التلميذة بتاعته وبياخدوا الشخص اللي الدجال كان بيضربه وبيروحوا لأقرب قرية عشان يعالجوه وبتدخل شيا لبيت الطبيب وبتتفاجئ لما بتشوفه وبتحس إنها عارفاه لكنه بيكون لابس قناع ومخبي وشه وبيعالج الشخص المصاب وبيطمنهم إنه هيبقى كويس وبيقدم لهم شاي طبي عشان يستعيدوا طاقتهم بعدها شيا بتتمشى في القرية وبتلاقي مطعم بيعمل مكرونة وبتكون عايزة تاكل منها لكنها معهاش فلوس وبيظهر الطبيب وبيدفع لها ثمن الأكل وبتفرح وبتشكره وبيفضل باصص عليها وهي بتاكل وبيكون باين إنه يعرفها بعدها بيرجعوا البيت وبيقدم لها الحلويات اللي بتحبها وبتروح لها السيون وبتتكلم معاها لكنها فجأة بتدوخ وبتحس بالتعب وبيكون الطبيب عايز يفحصها لكنها بترفض وبيشك الطبيب إنها مصابة بالعنى لكنه بيمثل إنه ما يعرفش عنها حاجة بعدها شيا بتحس بالعطش وبتفضل تشرب لكنها بتكون لسه عطشانة وبتروح لأوضة جون عشان تاخد منه مية لكنه بيكون بيستحمى وبيحس بالإحراج منها وبيطلب منها تديله هدومه لكنها بتتكعبل وبتقرب منه أكتر وبيفضلوا باصين لبعض وبيكون باين إنه معجب بيها لكنها مش بتفهم ده وبتضحك على شكله وبتفضل ترشه بالمية وبالليل بيتجمعوا كلهم عشان ينفذوا المهمة اللي جم القرية عشانها وبيكون هدفهم يهزموا أعضاء الطائفة المقدسة بيعملوا لهم فخ وبينجحوا إنهم يحصروهم وهم بيحاولوا يدخلوا بيت الطبيب عشان يتخلصوا من الشخص المصاب وبيبدأوا يطردوهم وبتفضل شيا قدام بيت الطبيب عشان تحميه لكنها فجأة بتحس بالدوخة وبتنام على نفسها وبياخدها الطبيب وبينيمها في بيته وفي الوقت ده بينجح الفريق إنه يحصر المقنعين وبيهزموهم لحد ما بيتبقى منهم واحد وبيطلبوا منه يستسلم لكنه بيخاف من الزعيم وبيقرر ينهي حياته وبيتفاجئ الكل من اللي حصل وبيفشلوا إنهم يعرفوا مين العقل المدبر وتاني يوم بتصحى شيا وبتكون قلقانة على جون لأنه لسه مرجعش وبتروح تطمن عليه وبتفرح إنه كويس لكنها بتتفاجئ إن أهل القرية بيتهموهم إنهم السبب في موت أبنائهم وبيكونوا عايزين ينتقموا منهم لكن فجأة بيفوق الشخص المصاب وبيعرفهم الحقيقة وبيقول لهم إنهم أنقذوه في الصحراء من الدجال وأعضاء الطائفة وبيتصدم أهل القرية من كلامه وبيقرروا ياخدوهم لمقر الطائفة ويدخلوا البيت وبينجح يونج إنه يلاقي نفق سري ولما بيدخلوه بيلاقوا كمية كبيرة من الأعشاب المخدرة وبتقول لهم شيا اللي حصل لها معاها امبارح لما أغمى عليها فجأة وبيشكوا في الطبيب وبتشوف سيون ناس من أهل القرية محبوسين في قفص وبتروح تحررهم بعدها جون بيلاقي صندوق شكله غريب وبتقرب منه شيا لكنها أول ما بتلمسه بيبدأ يتهز وبيخرج منه أسهم مسمومة من كل حتة وبينجح جون إنه يتفاداها لكن في الوقت ده بيدخل الطبيب عليهم والسهم كان هيجي فيه وبتجري شيا عليه وبتنقذه والسهم بيجي في إيديها وبيغمى عليها وبيتفاجئ الطبيب وبيحاول يقرب منها لكن جون بيمسك إيده لأنه مش واثق فيه وبيقول له الطبيب إنه لازم يديها الترياق وإلا هتموت وبيضطر يسمح له يفحصها عشان ينقذ حياتها وبينقلها للبيت وبيقول له إن حالتها مستقرة وبيهدده جون لو حصل لها حاجة هينتقم منه وبيفضل جنبها وبيسمعها بتقول إنها عطشانة وبيجيب لها مية تشرب وبيحضنها عشان يخفف عنها وبتفتكر ذكرياتهم مع بعض وبيكون خايف عليها وبالليل بيكون سهران جنبها لكنه فجأة بيحس بالدوخة وبينام على نفسه وبيدخل الطبيب وبيتضح إن هو اللي خدره وبيقلع القناع وبنشوف وشه وبتتفاجئ إنه شبه جون بالظبط لكنه بيكون عنده جرح في وشه عشان كده مخبيه وبيقرب من شيا وبيستخدم تعويذة وبينقل السم من جسمها لجسمه وبيفضل باصص عليها وهي نايمة وبيفتكر فلاش باك ليهم مع بعض وبيتضح إن المعلم بتاعها اللي كانت دايما بتحلم بيه وما كانتش بتقدر تشوف وشه وتاني يوم بتفوق شيا وبيتفاجئ جون إن صحتها اتحسنت والسم اختفى من جسمها وبيسألها ليه خطرت بنفسها عشان تنقذ الطبيب لكنها بتقول لها إنها مش عارفة ليه عملت كده وإنها حست إن جون هو اللي في خطر عشان كده حاولت تنقذه وبيستغرب جون من كلامها لكنه بيعرف منها إنها حلمت بفراشات لما كانت نايمة وبيقرر يحقق لها حلمها وبياخدها معاه الحديقة وبيكون محضر لها مفاجأة وأول ما بيفتح الصندوق بيخرج منه فراشات كتير وبتتفاجئ شيا بشكلهم الجميل وبتفضل تجري وراهم وهي مبسوطة لكنها بتتكعبل وبتقع فوق جون وهي بتضحك وبيحس بالإحراج وبيكون حاسس ناحيتها بمشاعر لكنه بيخاف يعترف لها لأنها
معتبراه أخوها وبيسألها إذا كانت هي كمان حاسة ناحيته بحاجة، لكنها بتتوتر وما بتعرفش تجاوب وما بيرضاش جون يضغط عليها، وبيقول لنفسه إن أهم حاجة عنده إنها تفضل جنبه، وبيفضلوا يلعبوا وبيقضوا وقت لطيف مع بعض وهم مبسوطين، لحد شيئا بتتعب من المشي وبيقرر يشيلها على ظهره وبترجع البيت وبتنام وهي مبسوطة. وتاني يوم بيتجمع الفريق وبيقرروا يمشوا من القرية، وبتروح شيئا تشكر الطبيب عشان عالجها، لكنه بيقول لها إنه هو اللي مدينيها بحياته عشان أنقذته، وبيقرر يروح معاهم. وبيحس جون بالغيرة وبيشدها من إيديها وبيبعدها عنه، وبيرجعوا كلهم لقصر السيون، وهناك بيكونوا عاملين فخ للطبيب وبيقبضوا عليه. وبتتصدم شيئا من اللي حصل، وبيقول لها جون إنهم شاكين إنه ليه علاقة بالطائفة ولازم يحققوا معاه عشان يتأكدوا، وبيكون مستغرب سبب تعلقها بالطبيب. وبنشوف الطبيب وهو محبوس، لكنه بيراقب شيئا بفراشة سحرية، وبيشوفها وهي بتلعب مع كلب لونه أبيض وبتديله الأكل بتاعها، وبيضحك على تصرفاتها لأنها بريئة زي الأطفال. وبنكتشف إن الكلب ده يبقى يونج، وبنعرف إنه من فصيلة الشياطين وبيقدر يتحول لحيوان عشان يدافع عن نفسه. بعدها أخت السيون بتستدعي الطبيب وبتقول له إنها عارفة إنه وقع في الفخ بمزاجه، وبتسأله ليه عمل كده وهدفه إيه، وبيقول لها الطبيب إنه عارف إن في لعنة في عيلتها من مئات السنين، وبسببها أي توأم بيتولدوا بيموتوا في سن الـ30، وبيقول لها إنه عارف طريقة تفك بيها اللعنة، لكنها بتسأله عن هويته وإذا كان ليه علاقة بشيئا. وقبل ما يجاوبها بيسمع صوت وبيهرب، وبيدخل جون ويونج الأوضة وبيسألها عن الكلام اللي سمعه، وبتتخانق معاه أخت السيون عشان دخل الأوضة السرية، وبتكون عندها قوة مش طبيعية، وبيضطر يونج يساعده وبيتخانق معاها وبيمسكها من رقبتها وكان هيخنقها، لكنه بيتفاجئ إن عندها تفاحة آدم، وبيستنتج إنها شاب ومتنكرة في هوية بنت وما بيكونش عارف السبب. وبتوصل سيون وبتوقفهم وبتخرجهم من الأوضة، وفي الوقت ده بتكون شيء عطشانة وبتشوف صناديق وبتشرب منها، لكن بيتضح إنها كحول، وبتسكر وبتفضل تهلوس لحد ما بتنام على نفسها. وبيروح جون ياخدها وبينيمها في أوضتها، لكنه قبل ما يخرج بيتفاجئ إنها صحيت وبتقرب منه وهي مش في وعيها، وبتحط إيديها على وشه وبتقول له إن شكله حلو. وبيتوتر جون وبيحس بالإحراج وبيفتكرها تحضنه، لكنها بتضربه في بطنه وبتوقعه على الأرض وبتنام على رجله، وبيستغرب من تصرفها، وبالرغم إنه بيتألم لكنه ما بيرضاش يزعجها وبيسيبها نايمة وبيفضل باصص عليها. وتاني يوم بيركبوا العربية وبيسافروا مع الطبيب، وبيكون الطريق طويل وبيحسوا بالتعب وبيقرروا يقفوا في استراحة، وبتكون شيئا معاها برتقالة وبتدي حتة لجون، لكنه بيكابر وبيقول لها إنه مش جعان وما بيرضاش ياخدها. ولما بيعرف إنها هتديها للطبيب بيحس بالغيرة وبيمسك إيديها وبياكلها، وبيقول لها إنه حس بالجوع فجأة. بعدها بيدخلوا مطعم وبتحس السيون بالتعب وبتسيبهم وبتروح تستريح، وبيتكلم جون مع شيا وبيوريها قلادة على شكل سمكة وبتكون شبه دبوس الشعر اللي هي لابساه، وبيقول لها إنه لقاها في شنطة الطبيب وإنه شكك إنه يعرف ماضيها. وبتتفاجئ شيا وبتقرر تتأكد بنفسها وبتروح تتكلم معاه وبتسأله إذا كان هو المعلم بتاعها اللي بتشوفه في الحلم، لكنه بيسألها إذا كان هو هتختار تمشي معاه ولا تفضل مع جون، لكنها بتتوتر وما بتعرفش ترد، وبتقول له إنها بتعتبر جون أخوها، وبيكون واقف ورا الباب وجايب لها الأكل اللي بتحبه، وبيزعل من كلامها لأنه حاسس ناحيتها بمشاعر، وبيديها الأكل وبيمشي، لكنها بتروح وراه وبتستغرب من تصرفه لأنه مش عايز يبص لها، وبتحاول تراضيه لحد ما بتنجح إنها تصالحه، وبتقول له إن الطبيب قال لها إن القلادة اللي على شكل سمكة مشهورة في قريته عشان كده معاها واحدة، لكن جون بيشك في كلامه وبيحس إنه بيكذب عليها، وبيقرر يكتشف هويته بنفسه ويعرف هو مين. وبالليل بيدخل أوضته وهو نايم وبيحاول يقلعه القناع عشان يشوف وشه، لكنه بيتردد وبيرجع في كلامه. وتاني يوم بيكملوا طريقهم، لكن فجأة بتظهر بنت كبيرة ومعاها طفلة صغيرة وبيحرروا الطبيب، وبيحاول جون يمنعهم، لكن البنت الصغيرة بتهجم عليه وبيتصدم من قوتها مع إنها لسه طفلة، وبيضطر يتعاون مع شيا لكنها بتكون أقوى منهم، وبتنجح إنها تهزمهم ومحدش بيقدر عليها، وبترمي عليهم هجوم سحري، وبيضطر جون يزق شيا بعيد عشان يحميها، وبيضحي بنفسه وبياخد الضربة مكانها وبيقع من فوق الجبل. وبتتفاجئ شيا وبترفض إنها تتخلى عنه وبتنط وراه، وبتتصدم الطفلة من اللي حصل وبتخاف عليهم لأنها ما كانتش قصدة تأذيهم، لكن لحسن الحظ بيقعوا في النهر، وبتفضل شيا تعوم وبتنجح إنها توصل لجون قبل ما يغرق، وبتضطر تعمل له تنفس صناعي عشان تنقذ حياته لحد ما بيفوق، وبتاخده وبيخرجوا على الشاطئ وبتفرح إنه كويس، لكنهم بيتفاجئوا بالدجال قدامهم وبيكون عايز ينتقم منهم، وبيستخدم تعويذة صوت سحرية وبيستدعي وحش عملاق من المية وبيخليه يهجم عليه، وبيحاول أبطالنا يدافعوا عن نفسهم، لكن الوحش بيكون حجمه كبير وبيفضل يهجم عليهم، وبيخاف جون على شيا وبيبعدها للشاطئ وبيفضل يقتله لوحده، لكن شيا بترفض إنها تتخلى عنه وبتساعده بقوتها، وبيتعاونوا مع بعض وبيقدر إنهم يصدوا ضربات الوحش، وبيحاول جون يخلص عليه بالسيف، لكن الوحش بيغطس في المية وبيفضل جون يدور عليه، لكنه فجأة بيظهر من تحته وكان هياكله، لكن شيا لما بتحس إن حياته في خطر بيتغير لون عينيه
سريع وبتستخدم كل قوتها وبتهجم عليه وبتنجح انها تهزم وبتنقذ جون في الوقت المناسب، وبيخاف الدجال من قوتها وبيهرب من المكان، وبيتصاب جون اصابة خطيرة وبيغمى عليه، وبتضطر شيا تشيله على ظهرها وبتاخده المكان امن، وبتكون خايفة عليه وبتمسك ايده عشان تدفيه، وبتفضل تنادي عليه لكنه ما بيردش عليها، وبتفضل تعيط وبتترجى ما يسيبهاش لانها ملهاش حد غيره، وبتوعده انها تفضل معاه حتى لو لقت المعلم بتاعها، وبتسمعه بيتكلم بصوت واطي وبيقول لها انه حاسس بالبرد، وبتروح تجمع خشب وبتحاول تولعه عشان تدفيه، وبتتعور ايديها لكنها بتستحمل الالم، وبتفضل تحاول لحد ما بتنجح انها تولع نار، وبتفضل حضناه وبتنام على كتفه من التعب، وفي نفس الوقت بيكون يونج هو كمان مصاب بسبب القتال، وبتكون سيون حاسه بالذنب لانه كان بيدافع عنها، وبتسمع التلميذه بتاعته وهي بتتكلم مع المعلم بتاعها، وبتعرف ان ابوها قابل يونج من 20 سنة وترجى ينقذ حياه ولاده التوام، وصعب على يونج وقرر يديله نص قوته الشيطانيه عشان يزود سنين حياتهم لانهم مصابين باللعنه، وبتعرف ان يونج حياته في خطر وان الحل الوحيد عشان يعيش ان قوته ترجع له، وبتتفاجئ من اللي سمعته، وبتروح ليونج وهو مغمى عليه وبتشكره عشان انقذ حياتها، وبتقرر ترد له الجميل وبتنقل له قوتها الروحيه، وبتحس بالتعب وبيغمى عليها وبتنام على كتفه، وبعدها بيفوقوا هما الاثنين وبيعرف اللي عملته، لكنها بتسيبه وبتمشي وبتكون لسه تعبانه، وبيروح وراها وبيسالها ليه عملت كده لان قوتها بقت ضعيفه، لكنها بتقول له انها كده كده هتموت بسبب اللعنه ومش عايزاه هو كمان يموت معاها، وبتسيبه وبتمشي، وبيكون باين عليه انه متاثر لانه معجب بيها، وبتروح تتكلم مع اخوها التوام وبيلومها على اللي عملته، وبيقول لها انه نقطه ضعفها هو قلبها طيب. بعدها معلم شيا بيرجع للعالم بتاعه، وبنعرف انه من فصيله الجنيات ومهمته انه يراقب شيا من غير ما تحس بيه، وبيروح يقابل القائد بتاعهم وبيحكي له كل حاجه شيا عملتها في الثلاث سنين اللي فاتوا، وبيقول له ان قوتها بتزيد يوم عن يوم، وبيكون الزعيم خايف ان قوتها تخرج عن السيطره، وبيطلب منه يراقبها عشان يضمن انها ما تاذيش حد. وبنرجع لجون اللي بيفوق وبيلاقي نفسه على سرير وشيا جنبه على الارض وبتتكلم وهي نايمه، ولما بتصحى بتفرح انه بقى كويس، لكنه بيفتكر قتالهم مع الوحش العملاق، وساعتها شيا لون عينيها اتغير وبقى عندها قوه مش طبيعيه، وبيسالها اذا كانت فاكره اللي حصل، لكنها ما بتكونش فاكره حاجه، وبيتجمعوا مع يونج وسيون وبيطمنوا انهم كويسين، وبيحس جون بالجوع، وبتقرر شيا تطبخ له بنفسها، وبيخاف جون عليها لانها ما تعرفش تطبخ، وبيروح وراها وبيلاقي دخان كتير في المطبخ، وبيعرف انها حرقت الاكل، لكنه بيكبر بخاطرها، ولما بيدوق الاكل بيقول لها انه طعمه حلو، وبتفرح شيا وبتوعده انها تاخد بالها منه زي ما هو بيحميها دايما. بعدها جون بيروح يتكلم مع معلم يونج وبيساله اذا كان يعرف طريقه يرجع بيها هو وشيا ذاكرتهم، وبياخدهم معاه المكان ممكن يساعدهم، لكن هناك بيقابلوا حارس البوابه وبيكون كيان سحري، وبيقول لهم انهم لازم ينجحوا في الاختبار، وبيرمي عليهم تعويذه، وبيبدا كل واحد منهم يدخل في غيبوبه وبيواجه فيها اكبر مخاوف، وبتنجح شيا انها تفوق اول واحده، وبتساعد جون وبتخليه هو كمان يفوق، وبيتعاونوا مع بعض وبيستخدموا قوتهم وبيعملوا هجوم سحري وبيقضوا على الوهم، والكل بيفوق. بعدها الكيان بيقول لهم ان يونج وشيا مصيرهم مرتبط ببعض، وانهم اتقابلوا عشان يمنعوا كارثه هتحصل في المستقبل، وبيعرفهم ان في اتنين من اللي موجودين مصيرهم الموت، وبيتفاجئوا من كلامه وبيخرجوا من المكان، وبيكون مساعد سيون خايف ليموت، لكن شيا وجون بيطمنوه وبيعرفوا انهم ممكن يغيروا قدرهم. وبالليل جون وشيا بيقعدوا يتفرجوا على النجوم مع بعض، وبيشوفوا فراشات سحريه مضيئه، وبياخدها جون عشان تلمسها، وبيفضل باصص على شيا وهي مبسوطه، وبيفتكر ذكرياتهم مع بعض لما انقذته في الميه واللحظات الحلوه اللي عاشوها في القريه، وبيكون نفسه يفضل معاها طول العمر، وفجاه بيتكعبله وبتقع فوقه، لكنها بتكون بريئه زي الاطفال ومش فاهمه حاجه، وبيتوتر جون وبيحس بالاحراج وبيكون عايز يسيبها ويمشي، لكنها بتضحك على تصرفه وبتفضل تجري وراه. بعدها تلميذه يونج بتتكلم مع المعلم بتاعها وبتقول له انها مش ضامنه هتفضل عايشه لحد امتى، وبتتشجع وبتحضنه وبتعترف له بمشاعرها، وبتقول له انها معجبه بيه لكنه بيصدها لانها تلميذه عنده وما ينفعش يبقى في بينهم حاجه. وتاني يوم بيفضل يتجاهلها وبتكون عايزه تفضل معاه على الجبل، لكنه بيطلب منها تروح في مهمه عشان يبعدها عنه، لكنها بتقول له انها مش هتستسلم وهيخليه يحبها، وبتسيبه وبتمشي، وبيتاثر بكلامها وبيطلب من يونج ياخد باله منها. بعدها بينزل ابطالنا من الجبل وبيرجعوا المدينه، وبيكونوا بياكلوا في مطعم لكنهم بيسمعوا صوت صراخ وبيروحوا عليه، وبيشوفوا شخص من الطائفه المقدسه ماسك طفله وبيهدد انه هيقتلها لو زعيم المدينه ما ظهرش، وبيكون الكل خايف على الطفله، وبيضطر الزعيم يخرج يقابله عشان يعرف عايز ايه، لكن الخاطف بيتهمه انه خاين لانه بيحارب الطائفه بتاعته وبيطلب منه يستقيل من منصبه، لكن الزعيم بيرفض وبيؤمر الحراس بتوعه يقبضوا عليه، لكنهم بيخافوا على طفله لانه بيهددها بالسكينه، وبيضطر جون يتدخل وبيكون عنده خطه، وبيمثل انه متعاطف مع الطائفه وبيلوم الزعيم، وبينجح انه يخدع الخاطف وبيقرب منه وبيستغل الفرصه وبيرمي السكينه من ايده وبينقذ الطفله وبيقبض الحراس على الخاطف.
وبيقول الزعيم ان الطائفة المقدسة بقت خطر ولازم يحاربوها، وبيتفق معاه اهل المدينة وبيطلبوا منه يخلصهم منها. بعدها الزعيم بيشكر جون على اللي عمله وبيستقبله هو وفريقه في القصر بتاعه وبيهزمهم على الاكل، وبيقول لهم يعتبروا نفسهم في بيتهم. وبطلتنا شيا ما بتصدق وبتفضل تاكل كتير زي عادتها وبتطلب كل الاصناف، وبيطلب منهم الزعيم يتعاونوا معاه عشان يقضوا على الطائفة المقدسة، وبيوافقوا لان دي مهمتهم من البداية. وبياخدهم مساعد سيون للورشة بتاعته وبيوريهم اختراعاته اللي ممكن يستخدموها في القتال، وبينبهروا بذكائه. وبتحس شيا بالجوع مرة تانية وبياخدها جون للسوق عشان يشتري لها اكل، لكن وهم هناك واحدة ست بتشوف شيا وبتجري عليها وبتقول انها بنتها، وبتستغرب شيا من تصرفها. وبيجي جوز الست وبيعتذر لها وبيقول لها ان مراته كان عندها بنت وماتت، وكل ما تشوف واحدة في سنها تفتكرها هي. وبتتأثر شيا وبتصعب عليها وبتروح معاها البيت، وبتفرح الست وبتقدم لها الاكل اللي بنتها كانت بتحبه، وبتفضل تهتم بيها وتأكلها بنفسها وبتمسك ايديها عشان تضمن انها ما تمشيش. وبيضطر جون ياخدها على قد عقلها وبيمثل انه جوز بنتها، وبيعامل شيا كأنها مراته وبيوعدها انهم هيزوروها تاني. وبياخد شيا وبيمشوا، وبتكون اول مره تحس ان عندها عيله لانها فاقده الذاكره ومش فاكره اذا كان اهلها عايشين ولا ميتين. بعدها سيون بتكون في المطعم وبيقرب منها كلب ابيض وبتفتكره يونج وهو متحول، وبتقول له يبعد عنها، لكن بيتضح انه كلب حقيقي. ولما بتشوف يونج داخل عليها بتحس بالاحراج وبيضحك على تصرفها، وبيفضلوا يتكلموا مع بعض. وبيشوفهم جون وشيا وهم واقفين مع بعض، وبيتفاجئوا ان في بينهم حاجه لانهم ما يعرفوش ان سيون تبقى بنت ومتنكره في هدوم شاب. وبتروح شيا تتكلم معاها علشان تتاكد، وبتوقع الميه على هدومها وبتمثل انها بتنظفها وبتلمسها وبتكتشف انها بنت، وبتروح تقول لجون وبيتفاجئ من كلامها. لكن يونج بيكون عارف حقيقتها من الاول وبيقرر يصارحها بمشاعره لما يرجع، لكن واحد من الطائفه المقدسه بيكون عامل له كمين وبيرمي عليه تعويذه سحريه عشان تظهر شكله الحقيقي، وبيحاول جون ياخده ويهرب قبل ما يتحول لذئب، لكن الحراس بيعرفوا انه شيطان وبيحاصروه وبيهجموا عليه. وبيضطر جون وشيا يدافعوا عنه وبيبداوا يتخانقوا معاهم، وبينجحوا انهم يهزموا عدد كبير منهم بسهوله وبيكسروا عظم وشهم ومحدش بيقدر عليهم. لكن بتحس شيا بالتعب لانها استخدمت كل طاقتها، وبتوصل سيون وبتتفاجئ من اللي بيحصل، وبتروح تقف عند يونج وبيطلب منها الزعيم تقتله. وبيفرح لما بيشوفها ماسكه الرمح وبيفتكرها هتسمع كلامه، لكنها بتصدمه وبتقول له انها هتحمي يونج بحياتها. وبيتعصب وبيأمر الحراس يهجموا عليهم باعداد كبيره، وبيبدا ابطالنا يقاتلوهم بكل قوتهم عشان يحموا يونج وينقذوا حياته. وبيستغل جون الفرصه وبيشيل يونج على ظهره وبيهرب من المكان وبيسيبه مع سيون، وبيرجع عشان يساعد شيا، لكنه بيتفاجئ انها مع المعلم بتاعها وبيفتكره عايز يخطفها، وبيهجم عليه وبينجح انه يكسر القناع بتاعه. وبيشوف وشه وبيتصدم لما بيلاقيه شبهه، وما بيكونش فاهم اللي بيحصل، وبيحاول يساله اذا كان اخوه التوأم، لكنه ما بيردش عليه وبيسيبه وبيهرب. بعدها سيون بتفضل جنب يونج وبتعتني بيه لحد ما بيفوق، وبيشكرها انها دفعت عنه وعرضت حياتها للخطر عشانه، وبيقدم لها دبوس شعر جايبه لها هديه. وبتتفاجئ سيون انه عارف انها بنت، وبيستعد يونج عشان يعترف لها بمشاعره، لكن مساعد سيون بيدخل عليهم وبيبوظ اللحظه، ولما بيستوعب اللي عملوه بيسيبهم وبيخرج. وبتحس سيون بالاحراج وبتاخد الهديه وبتمشي. بعدها جون بيحكي لشيا اللي شافه، وان المعلم بتاعها شبهه بالظبط، وبيكون خايف تتلخبط وما تعرفش تفرق بينهم، لكنها بتحضنه وبتطمنه انها مستحيل ما تعرفوش لانها حافظه ريحته وبتحس بيه حتى لو بعيد عنها. وفجاه بيظهر على ايديها العلامه المضيئه مره ثانيه، وبيشوفها جون وبيعرف ان وراها سر، وبيخاف عليها وبيمسك ايديها وبيطلب منها ما تقولش لحد عنها، وبتوعده شيا انها تعمل كده. بعدها المعلم بتاعها بيرجع للعالم بتاعه وبيعرف القائد انه كشف هويته، وجون شاف وشه وبيقرر يعاقبه، وبيفضل يضربه بصواعق رعديه من السماء لحد ما بيقع على الارض، وبيفضل يتالم وينزف من بقه. بعدها ابطالنا بيقرروا يروحوا القريه اللي فاقوا فيها من 3 سنين وهم فاقدين الذاكره عشان يدوروا على دليل يساعدهم. وبيدخلوا البيت القديم بتاعهم، وبتقول لهم شيا انها كانت قاعده فيه مع جون لوحدهم، وبيفهموا كلامها غلط وبيفتكروا بينهم حاجه، وبيحاول جون يسكتها عشان ما تبصش اكتر الدنيا. وبيبداوا ينظفوا البيت عشان يقعدوا فيه، ولما بيخلصوا بيتفرقوا عشان يجمعوا معلومات، وبيبداوا يسالوا اهل القريه اذا كانوا شافوا شخص شبه جون في القريه، لكن الكل بيخاف ومحدش بيرضى يقول لهم. وبالليل بيتجمعوا تاني في البيت وبيكونوا حاسين بالاحباط، لكن فجاه بتدخل عليهم واحده ست وبتديهم خريطه وبتقول لهم انها هتساعدهم يعرفوا الحقيقه، لكن جون بيشك فيها وبيحس انه فخ من الطائفه المقدسه، لكنهم بيقرروا يروحوا عشان يقبضوا عليهم. وتاني يوم بيبداوا رحلتهم وبيفضلوا ماشيين ورا الخريطه لحد ما بيوصلوا للمكان، وبيدخلوه لكن ما بيكونش في حد، وبيظهر واحد من اهل القريه وبيكون هو اول حد لقى جون وشيا من 3 سنين، وبيسالوه بيعمل ايه هنا، لكن فجاه بيبدا المكان ينهار عليهم وبيحاولوا يهربوا، لكن شيا بتتكعبل وبتقع على الارض وكان هيقع فوقها صخره كبيره، وبيجري جون عليها وبيحميها بجسمه وبيستحمل
بالألم لحد ما بتقوم من على الأرض وبيغمى عليه من التعب. وبتتصدم شيا من اللي حصل وبتشيل الصخرة من عليه وبتحاول تفوقه، وبيكون مصاب وبينزف لكنه بيطمنها وبيقول لها إنه كويس. وبتسأله ليه دايما بيخاطر بنفسه وبيعرض حياته للخطر عشان ينقذها، وبيقول لها إنه بيحاول يرد لها الدين اللي عليه. وبيفتكر فلاش باك من 3 سنين وكان جون في مكان زي ده وانهار عليه وفضل محبوس جوه لوحده وهو خايف وفاكر إن محدش هينقذه، لكن شيا رفضت تتخلى عنه وفضلت تحاول لحد ما نجحت إنها تكسر الجدار وتدخله. وتفاجئ لما شافها وحضنها وهو مش مصدقه، ومن ساعتها وهو قرر يحميها دايما حتى لو هيعرض حياته للخطر. وبنرجع للحاضر وبيحضن شيا وبيقول لها انها السبب الوحيد اللي عايش عشانه. وبتتأثر شيا بكلامه وبتسنده، وبيتجمعوا مع اصحابهم وبيخرجوا من المكان قبل ما ينهار عليهم، وبيفرحوا ان كلهم كويسين. بعدها بيخرج الشخص اللي من قريتهم وهو تعبان، وبيفضل جون جنبه وبيستناه لحد ما يفوق عشان يستجوبه، لكنه بيحاول يهرب منه وبيجري من المكان. لكن يونج وسيون بيكونوا مستنينه بره وبيقبضوا عليه، وبيعرف انه متحاصر ومفيش مجال للهرب، وبيضطر يقول لهم الحقيقه وبيركع لشيا وبيقول لها انها جنيه بحر وامها ملكه. وبيتفاجئوا من كلامه لان ما عندهاش هاله شيطانيه، لكنه بيقول لهم انها الملكه مخلوق اسطوري بتقدر تتحكم في الاله بتاعتها وشيا زيها. وبيعرفهم ان شيا استخدمت تقنيه محرمه على جون بالغلط وخلته يفقد ذاكرته، وعشان كده الملكه عاقبتها وخلتها هي كمان تفقد الذاكره زيه، وان مهمته يراقبها طول ال3 سنين اللي فاتت عشان يضمن سلامتها، وبيطلب منها تروح معاه العالم بتاعهم عشان تقابل امها الملكه. وبتكون شيا حاسه بالذنب انها سبب في فقدان ذاكره جون، لكنه بيقول لها انه متاكد ان في سوء تفاهم، وبيقرر اصحابها يروحوا معاها. وبيبداوا رحلتهم وبيركبوا نبات سحري وبيطيروا بيه لحد ما بيوصلوا المدينه فوق السحاب، وبينبهروا من المكان اللي هم فيه، وبياخدهم لحجره الملكه وبتكون مستنياهم. وبتفرح لما بتشوف شيا وبتحضنها وبتقول لها انها والدتها، ولما بتمسك ايديها بتظهر العلامه المضيئه، وبتفرح ان قوتها زادت، وبتعرفها ان جه الوقت اللي تورثها فيه وتبقى الملكه من بعدها. وبتطلب منها تستعد عشان عامله لها حفله ترحيب، وبيضطر جون يمشي عشان يسيبها تجهز، لكنها بتروح وراه وبتمسك هدومه وبتطلب منه يفضل معاها، لكنه بيطمنها انه هيستناها لحد ما تخلص. وبتسيبه شيا وبتروح تلبس، وبتقول لها الخادمه انها لازم تختار شخص تتجوزه ويبقى ملك معاها، وبتقرر تختار جون. ولما بتخلص بتروح له وبتعرض عليه يعيش معاها في العالم بتاعها، لكنه بيكون خايف ان مشاعره ليها تكون بسبب التقنيه اللي عملتها عليه، وبيسيبها وبيمشي. وبتحس شيا بالذنب وبتروح تتكلم مع والدتها، وبتطلب منها تقول لها على طريقه تستعيد بها ذاكره جون اللي فقدها بسببها. وبتوافق الملكه، لكن بتقول لها ان الوقت اتاخر، وبتوعدها انها هتعلمها الطريقه في وقت تاني، وبتضطر شيا تستنى. وفي الوقت ده بيكون جون مكتئب عشان شيا لقيت عيلتها، وهيضطروا يتفرقوا عن بعض، وبيفضل يشرب عشان ينسى، وبيشوفه يونج وبيحاول يخفف عنه. بعدها جون بيروح للملكه وبيقول لها انه مش هيقف قدام مستقبل شيا لانها اميره وهتبقى ملكه، وبيقرر يمشي من العالم بتاعها. وبتسمعه شيا وبتنهار من العياط لانها عايزه تفضل معاه، وبتطلب منه ياخدها معاه، وبيحضنها جون عشان يهديها وبيقول لها تجيب القلاده بتاعتها عشان تيجي معاه. وبتفرح شيا وبتروح تدور عليها لحد ما بتلاقيها، لكنها لما بترجع بتلاقي امها مستنياها وبتقول لها ان جون مشي. وبتتصدم شيا وما بتكونش مصدقه انه مشي وسابها، وبيكون سايب رساله لوالدتها بالحاجات اللي شيا بتحبها، وبتبدا تقراها وهي بتفتكر ذكرياتهم مع بعض، وبيكون كاتب الاكل المفضل ليها والقصص اللي بتحب تقراها. وبتتاثر شيا وبتفضل تعيط لانها مش هتشوفه تاني. وفي الوقت ده بيرجع جون وباقي الفريق للمدينه، واول حاجه بيعملها بيقرر يساعد صاحبه المخترع عشان يرجع لمنصبه، لان الكل بيتريق عليه عشان ضعيف، وبيتفق معاهم يعملوا نزال 2 ضد 2 عشان يثبت لهم كفاءته، وبيوافقوا لانهم فاكرينه جبان. وبيبدا القتال، وبيستخدم المخترع اله هو صنعها، وبيبدا يتخانق معاهم، وبينبهر الكل من الاختراع بتاعه، وبيفضلوا يشجعوه، وبينجح انه يهزم خصمه. وفي نفس الوقت جون بيقاتل خصمه وبيكون اقوى منه، وبينجح انه يتفادى هجماته بسهوله وبيهزمه، وبيكسبوا النزال، وبيعترف الحراس بقوتهم وبيعتذروا له عشان كانوا بيتنمروا عليه، وبيشوف الزعيم اللي حصل وبيستدعيهم للقصر بتاعه، وبيطلب منه جون يتعاونوا مع بعض عشان يهزموا الطائفه المقدسه، وبيوافق على اقتراحه وبيقرر يساعده. وفي الوقت ده بتكون شيا حزينه ومش قادره تتخطى ان جون بعد عنها، وبتدخل عليها الخادمه وبتديها صندوق فريقها سابه لها، ولما بتفتح بتلاقي هدايا منهم عشان تفضل فاكراهم، وبتفرح بيهم وبيكون نفسها تتجمع معاهم زي الاول. وفي نفس الوقت بيكون جون بيتمشى في السوق وبيشوف شيا في كل حته يروحها وبيحس انه مفتقدها، وتاني يوم بيستعد للمهمه اللي هيحارب فيها الطائفه المقدسه، وبتضم له سيون وباقي المقاتلين عشان يتعاونوا معاه. وبيبداوا رحلتهم وبيفضلوا ماشيين لحد ما بيوصلوا للغابه، لكن بيكون فيها فخ وبيقع فيه مقاتل وبيخرج اسهم مسمومه من كل مكان، لكن جون بيلحقه في الوقت المناسب وبينقذ حياته، وبيطلب منه ياخد باله لان المكان خطير.
كتير وبيكملوا طريقهم. وبينجح المخترع انه يعرف مكان المخبأ بتاعهم، لكن بيكون عليه حراس كتير واخدين رهائن، ولو اتقتلوا معاهم ممكن يعرضوا حياتهم للخطر. وبيقرر جون والمخترع يتنكروا كانهم اعضاء في الطائفه، وبينجحوا انهم يخدعوا الدجال وبياخدوه معاهم. وبيهددوا جون بالسكينه عشان يعترف على مكان المقر الرئيسي بتاعهم، وبيضطر يقول له. وفي الوقت ده بتفضل شيا تدور على طريقه تلغي بيها التعويذه وترجع لجون ذاكرته، لكنها كل ما تسال حد ما بيكونش عارف عنها حاجه. وبتضطر تروح عند الملكه وهي نايمه وبتحاول تقرا افكارها، لكنها بتتفاجئ بشكل تاني لامها في الحلم. وبتكون شريره وبتقول لها ان البشر كائنات ضعيفه وبتكتفها، وبتكون عايزه ترمي عليها تعويذه تفقدها الذاكره. وبتنجح شيا انها تخرج من الحلم في الوقت المناسب، لكنها بيغمى عليها من الصدمه. وفي الوقت ده بيحس جون بالم قلبه وبيعرف ان شيا في خطر لانه متصل بيها. وبتكون شيا نايمه وبيروح المعلم بتاعها يطمن عليها، لكنها فجاه بتفوق وبتحضنه وبتقرب منه وبتقلعه القناع، وبيستغرب انها افتكرته. ولما بيسالها عن جون بيتفاجئ انها نسياه وما تعرفش عنه حاجه. وبتاخده وبيروح السوق وبيشتري لها قناع زي بتاعه، وبتفرح شيا بيه، وبيفضلوا يتمشوا طول اليوم وبيقضوا وقت لطيف مع بعض وهما مبسوطين. وفي اخر اليوم بتنام على كتفه من التعب. وبنرجع لجون اللي بينجح في مهمته وبيدي لزعيم المدينه بلوره سحريه لقاها في مخبأ الطائفه المقدسه، وبيشكره الزعيم وبيقول له انه هيحاول يعرف اذا كان وراها سر، وبيعرض عليه ينضم ليه ويبقى النائب بتاعه. وبيشكره جون لكنه بيرفض، وبيقول له انه بيحب المغامرات ومتعود على السفر من مدينه للتانيه. وتاني يوم بتصحى شيا وبتقابل جنيه الميه اللي شافتها في البحيره، وبتحكي لها عن اللي شافته في حلم الملكه، وبتطلب منها تقول لها الحقيقه. وبتقول لها الجنيه ان العالم بتاعهم واجه خطر من كيان شرير وكان مهدد بالانقراض، لكن الملكه انقذتهم وهزمته وحبسته جواها، واضطرت توزع قوتها عليهم عشان تحافظ على التوازن. وبتتفاجئ شيا من كلامها وبتعرف انها ظلمت والدتها، وبتروح تعتذر لها وبتقول لها انها عرفت المعاناه اللي هي مستحملاها بسبب شعبها، وبتقول لها انها مش مستعده تبقى ملكه زيها، وبتطلب منها تسمح لها ترجع لجون عشان تكتسب القوه والخبره، وساعتها ترجع تاني وتتحمل المسؤوليه. وبتتاثر والدتها بكلامها وبتوافق وبتحضنها، وبتطلب منها تاخد بالها من نفسها وبتوعدها شيا وبتودعها. وفي الوقت ده بيكون جون مع فريقه في السوق وبيحس انه شاف شيا وبيجري عليها، لكنها بتطلع واحده شبهها، وبيحس بالاحباط لكنه بيكون حاسس انها قريبه منه. وفجاه بتظهر قدامه وهي بتدور عليه وما بيكونش مصدق عينيه، وبتجري عليه تحضنه وبتقول له انها افتقدته، وبيفرح بكلامها وبياخدها، وبيرجعوا للفريق وبيحتفلوا برجوعها. وبتفضل طول الليل تتكلم معاه عشان تشبع منه، وبتطلب منه يوعدها يفضل معاها وما يتفرقوش تاني. وفي نفس الوقت يونج وسيون بيعترفوا بمشاعرهم لبعض وبيتفقوا يفضلوا مع بعض مهما حصل. وتاني يوم بيرجعوا المدينه وبيجمع الزعيم جيش كبير من المقاتلين عشان الحرب ضد الطائفه المقدسه، وبيعين جون القائد بتاعهم عشان اثبت جرأته، وبيدي سيف اسطوري عشان يقاتل بيه، وبيشكروا جون على ثقته وبياخد منه السيف، ولما بيجربه بيحس بقوته وبيقرر يستخدمه في الخير. وفي الوقت ده بتكون الطائفه المقدسه بتعمل طقوس غريبه وبيوزعوا البلورات السحريه على الجنود، وفجاه بيتغير شكلهم وبيكتسبوا قوه مش طبيعيه، وبيقسموا انهم يكسبوا الحرب ويدمروا اي عدو للطائفه. وفي الوقت ده بيوصل جون وفريقه للمقر بتاعهم، وبينجحوا انهم يدخلوا من الباب الخلفي، لكن فجاه واحد من الحراس بيدوس على لغم مزروع في الارض من غير ما ياخد باله، وبينفجر بيه وللاسف بيموت. وبيتصدم جون من اللي حصل وبيحس بالذنب لانه قائد الفريق، وبيقرر ينتقم من زعيم الطائفه، وبيدخل هو وشيا للقاعه الرئيسيه لوحدهم عشان مش عايز يعرض باقي الفريق للخطر. وبيكون الزعيم هناك ومعاه حراس كتير، وبيطلبوا منه يستسلم لكنه بيرفض، وبيقول لهم ان دي نهايتهم، وبيرمي تعويذه على الحراس اللي اندمجوا بالبلورات السحريه، وبيتغير لون عينيهم وبيهجموا عليهم وهم مسلوبين الاراده. وبيبدا جون وشيا يتخانقوا معاهم وبيكسروا عظم وشهم، وبينجحوا انهم يهزموا عدد كبير منهم، لكنهم بيتفاجئوا ان كل اللي بيهزموه بيرجع تاني زي الاول، وبيعرفوا انهم اتحولوا بسبب التعويذه وبقوا جيش من الزومبي، وبيستنتجوا انهم لازم يهزموا الزعيم لان هو اللي متحكم فيهم. وبيقرر جون يهجم عليه، واول ما بيضربوا بيتشل حركه الحراس، وبتنجح شيا انها تخرج البلوره السحريه من جسم واحد منهم، ولما بيرجع لطبيعتها بيشكرها انها انقذته. وبتعرف شيا ان الزعيم اجبرهم يعملوا كده، وبتقرر تنقذ الباقي، وبتبدا تخرج البلورات السحريه من اجسامهم واحد ورا التاني، لكن بعدها البلورات بتلف حواليها وبيخلوها تطير في الجو زي المره اللي فاتت، وبتبدا تتالم، ويكون جون مصدوم ومش عارف يساعدها. وبتوصل سيون وباقي الفريق وبيشوفوا شيا وهي طايره في الجو، وبيتشكل حواليها وحش على شكل سمكه وبيصرخ بصوت عالي، وفجاه بتختفي كل حاجه، وبتقع شيا على الارض، وبيجري جون عليها وبيفتكرها ماتت وبينهار وبيفضل ينادي عليها. وهنا بتخلص احداث الجزء الاول من المسلسل. لو عايزين تعرفوا ايه اللي هيحصل واذا كان شيا هتموت ولا هتفضل عايشه وتتجوز جون، استنوا الجزء الثاني
التاني اللي هينزل قريب على القناة، وفعلوا جرس الإشعارات عشان يوصل لكم كل جديد. سلام.